اللهم بارك. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان بغيت نشارك معكم هذا المنشور، تبارك الله السلالة الأصيلة. لكن بعض المتتبعين الاخوان عندي تيسولوا الفرق ما بين الحلي البلدي والحلي ديال لانوك. هما الاخوان دابا مقبلتكم هنا بجوج بهم، هذا بلدي وهذا اللي مشى ديال لانوك. لاحظوا الفرق نتوما بيناتكم. المهم هذاك راه اللي تيشوف فينا انوك، تبارك الله اللهم بارك. هذاك بلدي وهذا بلدي حر، تبارك الله. هادو بلديين حرين، اللهم بارك. هذا هو الفرق الاخوان، وتحياتي لكم، تحياتي للجميع. هذا ديال لانوك، تبارك الله. هذا ديال لانوك، اللهم بارك. هذا تبارك الله اصل ديال لانوك. هذا ثاني اصل بلدي، تبارك الله. بالنسبه للناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال الثلاث، هذو الاخوات، هذوك الاخوان اللي كانوا واصلين 2100 درهم، 2130 درهم. ماما كانوا فردين، يمكن عاطين خمسة، عاطين فيهم 2500 درهم، تبارك الله. البلدي الاصيل. هنا الاخوان يعني هما هادو بجوج بيهم دابا. وبالنسبة لهذا الاخوان يعني تا هذا كل ما هو بلدي ما هو ديال لانوك، يعني ملقم شوية، الله يسخن. المهم اخوان، فيديو بلوك خفيف ظريف، تحياتي للجميع، اللهم يسر. هنا الاخوان متواجدين بالمنطقة ديال الازرق، عملة افران، تحياتي للجميع.